شارل برات وهو نائب رئيس محكمة باريس، وهو مسؤول عن المسائل الإرهاب والغش الضريبي. شارل أعطيك الكلمة. هل تسمعونني جيدا؟ هل تسمعونني؟ نعم نعم نسمعك جيدا، عظيم. شكرا جزيلا ناتالي. أنا أعرف أنك طلبت أن أتحدث عن التعاون الدولي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف أعرف بنفسي. إذن أنا قاد، هذا هو عملي، أنا نائب رئيس مسؤول عن إذن القسم المتعلق بمكافحة أو النيابة الوطنية في باريس، وأنا أيضا أعمل بشكل أساسي على نيابة العامة لمكافحة الإرهاب. أنا وعدد من الزملاء الذين هم قضاة الحريات، نحن الذين نقرر، نحن 12 نقرر بشأن طبعا إمكانية البحث والتحقيق، ولا سيما وضع اليد فيما يتعلق بالأمور المالية عندما يقوم القاضي قاضي التحقيق قاضي إذن التحقيق بالقيام بعمله. ونحن أيضا نحن الذين نبوت طبعا بسجن الأشخاص في حال الإرهاب أو الجرائم المالية. إذن هذه أمور أنا أشاهدها بشكل يومي أمامي في فرنسا. طبعا ليس لدينا كل يوم مسائل تتعلق بتمويل الإرهاب، وإلا لكان الوضع صعبا جدا، ولكن إذا كان هناك أي من الملفات في هذا السياق فهي ستكون على مكاتبنا أنا وزملائي 12 الآخرين. إذن هي مواضيع نحن نعمل عليها بشكل يومي كما قلنا، وسوف أعطيكم فكرة ليست نظرية بل فكرة عملية عما نقوم به نحن وما هي الأمور التي يمكن القيام بها في دول صديقة، وذلك في سياق إنشاء طبعا أجهزتها وتحسين أجهزتها في هذا السياق. طبعا إن التعاون الدولي هو مسألة مهمة جدا من أجل قمع إذن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لسبب على الأقل فيما يتعلق بغسل الأموال، فإن غالبية ملفات غسل الأموال تطبق أو تشمل عددا من البلدان، فإن المجرم غاسل الأموال سوف يستخدم طبعا تعددية القوانين الدولية ليحمي نفسه وتعددية الاختصاصات، ليتمكن من أن يعقد العمل على جهات المحققة ويصعب طبعا إحقاق الحق، ولا سيما يصعب عملية مصادرة الأصول الجرمية، لأنه فيما يتعلق بغسل الأموال طبعا إن واحد من الأهداف الأساسية للمجرم هو أن يوفر طبعا سلامة ماله وأصوله وإمكانية إعادة توظيفها ويستفيد منها واستفادة منها لاحقا. ولهذا السبب في إن في الاتفاقية الدولية التي ترعى مسائل غسل الأموال، والأمر سيان بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب قمع الفساد إلى آخره، ففيما يتعلق بموضوع غسل الأموال وهو مطلوب في سياق الاتفاقيات الدولية، هو أن تكون هذه الانتهاكات الكامنة إذن تعتبر أنها حصلت في الخارج. سأشرح مثلا في القانون الفرنسي إن غسل الأموال هو ما يسمى ب إذن ارتكاب ناتج، فمثلا إن الأموال تأتي من جريمة، هذا ما يسمى بالجريمة الكامنة الأساس الضمنية إذن لإيجاد الأصول من خلال جريمة قد تم ارتكابها، وبعد ذلك إعادة استخدام المال وإخفاء مصدره واستثماره بطريقة مختلفة، هذا ما يسمى بغسل الأموال. إذن ليس لدينا غسل أموال من دون ما يسمى بالأفراكسون سوجاسانت، أي الجريمة الكامنة الجريمة الضمنية السابقة، ولذلك فإن المجرم سوف يرتكب الجريمة الأصلية في دولة أخرى، فمثلا فرنسا هي دولة للاستثمار العقاري على سبيل المثال، فرنسا دولة أو بلد حيث يأتي المجرم ل
يوظف أو عمله ليوظف أمواله إذن ويدمج أصوله المالية في فرنسا من خلال العقارات عبر شراء الأصول العقارية، ونحن نرى ذلك بشكل كبير جدا في ملفات الفساد الدولي، حيث يأتي عدد من الأشخاص ليستثمروا في باريس لأنهم يحبون مثلا الحياة في باريس أو على ساحل الكوت دازور حيث مثلا يحبون قضاء عطلاتهم إلى آخره. فنحن نعرف أن فرنسا إذن هي دولة تشكل خطرا فيما يتعلق بتوظيف الأموال وإدماجها في السوق من خلال العقارات، ولدينا طبعا مشاركة أيضا في عدد من الشركات من خلال شراء الحصص إلى آخره. ولذلك فإن الصعوبة تكمن في أن نقول أن الجريمة الأصلية أو الأساسية لم ترتكب في فرنسا، ولكن المال هو في فرنسا، ولذلك إذا ما أردنا أن نقاضي الشخص لغسل أموال، هنا السؤال من الذي سيقاضيها؟ هي الدولة التي ارتكبت فيها هذه الجريمة الأصلية؟ هي الدولة التي ستأتي وتقاضي المجرم لغسل أموال وتطلب من السلطات الفرنسية أن تحقق مثلا وأن توفر مثلا وضع اليد على الممتلكات ومصادرتها على الأراضي الفرنسية، أو أن المحكمة أو المحاكم الفرنسية هي التي عليها أن تحقق وأن تتأكد من أن غسل الأموال قد تم في فرنسا وأن هذا الشخص سيكون خاضعا للقوانين الفرنسية لمكافحة غسل الأموال، علما أن الجريمة الأصلية قد حصلت في الخارج. لأسهل الأمور عليكم، من الاتفاقية الدولية تطلب أن تكون تشريعات الدول تعترف بأن غسل الأموال يمكن أن يكون قائما في بلدهم حتى ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في دولة أخرى، دولة أجنبية، وهذا هو ما يحصل في فرنسا. ولذلك لدينا مجموعة من القضايا التي قد تمت في فرنسا منذ فترة، إذا ملفات الأصول المرتبطة بالفساد الدولي، حيث أن وكالات مثلا عامة في دول أجنبية، مثلا لدينا وزراء أو إذن أصحاب مناصب قد اختلسوا الأموال واستثمروها في فرنسا، وذلك من خلال شراء عقارات أو سيارات فخمة إلى آخره. لذلك يعتبر القضاء إذن الفرنسي أن هذا عمل غسل أموال، لأنه يشتمل طبعا فساد الموظفين العامين مثلا في دول أخرى. طبعا إن الجريمة هي إذن في مكان آخر، ولكن الشخص يأتي ويستثمر في فرنسا يعتبر على أنه ارتكب غسل أموال، سيتم مقاضاته وتوقيفه في فرنسا بموجب القوانين الفرنسية، لأن العناصر المكونة لغسل الأموال قد تمت في فرنسا، علما أن الجريمة بحد ذاتها ارتكبت في الخارج. وهذه مسألة مهمة جدا يتم العمل عليها مع دول مختلفة بطريقة عملية، لأنه في طبعا ملفات غسل الأموال ليس لدينا حدود، طبعا إن عبور الحدود مسألة سريعة جدا، ولذلك في المقابل يجب أن تتمكن السلطات المقاضية أن تمحو هي الأخرى الحدود الوطنية، وذلك من أجل مكافحة أعمال غسل الأموال. فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، إن الأمر يختلف نوعا ما، لأن الخبرة والتجربة قد أظهرت، وهذا ما رأيناه مثلا في غالبية الأحداث التي شهدتها فرنسا مؤخرا، فقد رأينا أن هناك الكثير من العمليات التي لم تكن مرتفعة القيم بشكل كبير جدا. هذا ما يسمى بتمويل الإرهاب الصغري الذي قد يؤدي نوعا ما إلى نوع من التعاون الدولي من أجل التأكد من أين تأتي الأصول. فبشكل عام مثلا قد يكون لدينا بعض الاحتيال على التقديمات الاجتماعية، وهذا ما تمكننا من الكلام عليه في السابق، من أجل مثلا تمويل صغير لعمليات إرهابية أو مجموعات إرهابية من خلال مثلا الاحتيال أو سرقة إلى آخره. لذلك نحن في سياق التمويل من خلال الجريمة
صغيرة وليس من خلال العمليات الدولية الكبيرة التي ترتبط بعمليات غسل الأموال الكبيرة جدا. ليس لدينا ملفات إذن لتمويل إرهابي كبير، وهناك مهضوم، هناك إذن موضوع مثير للاهتمام، حيث هناك إذن شركة طيران إذن قد ساهمت في تمويل داعش. فطبعا هذه مسألة تتطلب الكثير من الأمور على المستوى القانوني، وأن هذا المثال الذي أعطي عن داعش في العراق والذي أصبح إذا الدولة الإسلامية لاحقا هي مسألة إذن مهمة، لأنها منظمة إذن قد تمكنت من الحصول على كثير من الأموال من خلال اختلاس أموال من مصرف قد نهب في العراق في السابق، وذلك من خلال أيضا تهريب الأموال عبر الحدود بين سوريا وتركيا إلى آخره. إذا نحن نعرف أن هذه منظمة إرهابية قد تمكنت من الوصول إلى الكثير من مصادر التمويل، وذلك من خلال أعمالها الجرمية بحد ذاتها وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة. إذن طبعا لابد أن يكون هناك الكثير من التحقيقات، وأنا عملت على هذا الموضوع في السابق. إذن علينا دائما أن نتبع المال، follow the money. فما يثير من للاهتمام هنا هو أنه منذ بضع سنوات لم أشعر أن هناك الكثير من عمليات التحقيق العالمية أو الدولية التي حصلت من أجل إعادة تقفي أثر هذه الأصول التي تعتبر غاية بالأهمية، والتي كانت بين يدي داعش من خلال استثمار النفط والدولار إلى آخره. ونحن نعرف تماما ما هي أو من هي الشخصيات ومن أين أتى داعش، أي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، وذلك إذن على أثر الحرب مع صدام حسين. فنحن نعرف إذن كل هذه الأمور، ولذلك أعتبر أنه قد يكون من المثير للاهتمام أن نحلل إذن ظاهرة داعش وأن نبحث عن المال، نبحث عن الأصول، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن نفهم أن كل المستفيدين من كل هذه المسألة ليسوا من نظنهم ومن يبرز أمرهم في وسائل الإعلام، وأن هناك الكثير من الأموال التي تكون مخفية في عدد من الدول، وأن هذا الأمر ليس معقدا بشكل كبير جدا اليوم في عالمنا الرقمي والافتراضي للعمليات المصرفية التي تسمح لنا بأن نجد مكان هذه الأصول. ولذلك إذا فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية وتعاون ما بين الدول، هذا يتطلب تحقيقا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب من أجل وضع حد له، وبدلا من أن نجد أين قد تم تخزين هذه الأصول والممتلكات التي قد مثلا جمعها داعش في كل هذه المرحلة، لنرى إذن ما بقي منها، ونرى ما إذا كان بالإمكان إذن وضع اليد عليها. طبعا ليست فرنسا وحدها تستطيع أن تقوم بذلك، بل هذا يتم من خلال تعاون قضائي دولي وفي سياق إذن الاتفاقيات القائمة. ولكن هذا أمر مهم جدا لنرى إذن كيف يمكن إذن إعادة أو متابعة إذا القضية داعش. إذا أقفل هذين الهلالين، ولكنها مسألة مهمة جدا، لأن واقع تمويل الإرهاب هو طبعا تمويل كما كنت أقول لكم في السابق، إضافة إلى أنه يجب أيضا أن يكون في إطار إذا التمويل الصغري الذي صغري عفوا، حيث يكون لدينا طبعا بنى محددة، ووراء ذلك يكون لدينا طبعا تمويل ومساعدات لأشخاص إذا سوف يرتكبون أعمالا إرهابية. ولذلك فإذا ما أردنا أن يكون لدينا ضبط إذا لكل هذه الأموال والمؤسسات التي قد تكون متواجدة ضمن تجمع معين، هو إذا من خلال تتبع الأصول، لأننا بهذه الطريقة يمكن أن نرى من أين يأتي تمويل الإرهاب. وطبعا هذا مهم بالنسبة إلى التعاون الدولي، لأن
لأنه لدينا إذن تمويل دولي مثلا جمع تبرعات قد يكون مشبوها به مشتبها به عفوا أو ربما غير صادق. إذن كيف تحصل عملية التعاون الدولي إذا ما أردتم أن تحصلوا على بعض الأمثلة؟ المسألة سهلة جدا، على الأقل أنا مثلا أعمل مع زملائنا الذين يقولون مثلا نعم سنسمح بهذا التحقيق، سنعمل إذن على مصادرة هذه الأموال التي هي إذا ناتجة عن الإرهاب أو عن غسل الأموال. إن التعاون القانوني أو القضائي يتم في البداية من خلال اتفاقيات دولية قائمة حتى نتمكن مثلا من الطلب لنقل مثلا من السلطات الفرنسية أن تقوم بذلك، يصل ذلك إلى النيابة العامة، إذا يصل الطلب وتقوم إذا النيابة بالتحقيقات. ولذلك نحن نبدأ بوضع أو أخذ الأذنات من أجل إذا القيام بكذا أو كذا، وذلك في سياق ما يسمى بالاستنابات القضائية الدولية. إن هذه مسألة بسيطة، وعلى الأقل فيما يتعلق بالقضاء الفرنسي عندما يصل إلينا هذا الملف نحن دائما نقوم بعملية تحرك سريعة جدا، فعندما نضيع الوقت إن ذلك يكون على المستوى الإداري إذا كان ذلك يجب أن يمر من خلال وزارة الخارجية أو ربما من خلال مثلا قنوات سياسية معينة. هنا قد تتأخر الأمور، ولكن عندما تصل الأمور إلينا نحن نتصرف بطريقة سريعة جدا، وبعد ذلك إذن قد يكون لدينا في العودة إذن بعد التأخر في عودة المعلومات. عندما نحتاج إلى تحقيقات مثلا في المملكة العربية السعودية سوف يصلكم مثلا طلب استنابة دولية، حيث نطلب مثلا تعاونا دوليا، وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة ما بين فرنسا والمملكة. كان ذلك إذن اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات دولية، ويتم ذلك من خلال السبل والقنوات الدبلوماسية بدلا من أن يكون ذلك بطريقة مباشرة. لأنه مثلا على مستوى القضاء نحن نتحدث إذن ما بين القضاة، نحن نتحدث مباشرة ما بين قضاة الدول المختلفة، نتواصل بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف إلى آخره، ولكن الأمور قد تكون أكثر صعوبة خارج الاتحاد الأوروبي، وتبقى القنوات الدبلوماسية هي الطريقة إذن الأنسب في هذا السياق. هذه هي الفكرة العامة، هكذا تجري الأمور. هي إذن حلقة مبسطة حيث نحاول أن نحصل على المساعدة الدولية أو المعونة الدولية قدر المستطاع بموجب القوانين القابلة للتنفيذ، وذلك من أجل سلامة الإجراءات القانونية، لأنه لا يهم أن يكون لدينا إجراءات إذا ما كان لدينا إشكالات، وهذه الإشكالات قد تعيق كل العملية. إذن هذه هي الطريقة العملية، هي بسيطة جدا، وبعد ذلك طبعا هي مسألة إرادة سياسية وإرادة قضائية من أجل تطبيق إذن التحقيقات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتعاون الدولي. أعطيكم مثالا، فأنا مثلا أعمل بشكل كبير جدا مع مجلس أوروبا في تدريبات تتعلق بغسل الأموال ومكافحة الفساد لدول تطلب إذن دعما من مجلس أوروبا في هذا السياق. لقد فعلنا ذلك مع دول أوروبا الشرقية والمغرب أيضا، وهي قصة أخبركم إياها. كنت أقدم تدريبا للقضاة المغاربة ووكالة مكافحة غسل الأموال مكافحة إذن تمويل الإرهاب في المغرب، وقد رأيت أن القضاة المغاربة إذن لا يتفاعلون بشكل كبير جدا خلال اللقاء، وقد تفاجأوا مما قلت لهم. وسألتهم كم منكم عمل على ملفات غسل أموال، وهنا لم يرفع أحد يده، لأنه في الواقع لم يكن أي منهم قد عمل على أي من هذه الملفات، وذلك لأسباب تقنية. فإن مسائل أن غسل الأموال إذن هي في قد قضاة في محاكم أخرى إذن، وهؤلاء القضاة لم يتدربوا على هذه المسائل. وبعد ذلك إذن كان لدي شروحات من قبل وكالة مكافحة الإرهاب حيث قالوا أو مكافحة الفساد، حيث قالوا لنا أنه قليل من ملفات غسل الأموال التي قد وصلت إلى خواتيمها في المغرب، علما أن القانون قد نشأ منذ بضع سنوات. كل هذا لأقول لكم أنها مسألة إرادة سياسية ومسألة أيضا
إرادة قضائية. لا أعرف إذن كم يتطلب الأمر من أجل قضايا غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، ولكنها مسائل أو تشريعات تتطلب إذن عملا. فمثلا في فرنسا كان لدينا القليل من الملفات، كان الناس يخافون من أن إذن يرفعوا قضايا بهذا الشأن، وتطلب الأمر بعد الوقت ليعتاد الناس على هذا الموضوع ولنرى إذن كيف يمكن أن تتم هذه المسائل. كما قلنا هذه مسائل قد تكون صعبة في البداية، ولكن عندما يكون لدينا العادة وعندما إذن نعتاد إلى على هذه الملفات تسهل الأمور. فمثلا اقترحت على الزملاء المغاربة قائلا مثلا لدينا الكثير من الناس ما بين المغرب وفرنسا، ولدينا الكثير من تجار المخدرات المغاربة الذين يتم توقيفهم في فرنسا، وقد اقترحت عليهم أن يكون لدينا عملية إذن رابحة للطرفين. أنتم تعطوننا مثلا، أنتم كمغاربة تعطوننا قائمة الأصول العقارية للمواطنين الفرنسيين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا، وتطلبون منا مثلا قائمة بالرعاية المغاربة الذين قد تمت معاقبتهم في فرنسا لإيجار المخدرات. وبهذه الطريقة نحن في فرنسا نستطيع أن نرى ما إذا كان هناك إمكانية غسل الأموال أو احتيال ضريبي، أي عدم تسجيل مثلا بعض الملف بعض العقارات التابعة للفرنسيين في دول أجنبية، وهذا يسمى بالاحتيال الضريبي. والأمر سيء بالنسبة إلى المغاربة أن يكون لديهم إذن قائمة بالرعاية المغاربة الذين هم محكوم عليهم بالتجارة بالمخدرات، ولديهم إذن ويمكنهم أن يروا إذن في أصولهم العقارية ما إذا كانت لديهم أصول كبيرة جدا قد ترتبط إذن بإيجارهم المخدرات. وكما شرحت لهم أن هذا الأمر يسمح لهم بأن يكون لديهم ملفات كبيرة جدا لمكافحة غسل الأموال، ونحن أن نرى ما إذا كان لدينا إذن تسرب ضريبي. وهذا في سياق إذن التعاون الدولي، أن عمليات من هذا القبيل في شهرين أو ثلاثة أشهر تحصل الأمور بدون أي مشكلة، ولكننا لازم ننتظر. أنهم قالوا نعم، ولكنهم لم يرسلوا لنا أي طلبات تعاون حتى الآن. ولذلك أقول لكم أن الأمر قد يكون مرتبطاً بغياب الإرادة السياسية لإطلاق الأمور، لأننا إذا ما فكرنا من ناحية ملموسة لنرى كيف يمكننا أن نكافح غسل الأموال، ليس الأمر بالصعب. ففي دولة مثل المملكة العربية السعودية يمكننا أن نتخيل بطريقة نفسها أن يكون هناك بعض تبادل المعلومات المتعلقة بالممتلكات التابعة لكذا وكذا، وما يسمح أيضاً ب إيجاد إذن وقائع الفساد، وأن ذلك طبعا قد وإذا كان إذن في المملكة العربية السعودية هناك القوانين صارمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، هذا يسمح لنا بأن نرى إذن ما هي الانتهاكات التي ترتكب. إذن هذا النوع من تبادل المعلومات التي هي بسيطة على المستوى العملي ولكنها تسهل العمل. إذن فيما يتعلق بغسل الأموال، طبعا إن هذه مسألة ليست مرتبطة بشكل أساسي فيما يتعلق بالتمويل الإرهاب، ولكن طبعا هي في بعض الأحيان قد تكون مرتبطة به. بالنسبة إلى تمويل الإرهاب، أن التعاون أيضا يجب أن يمر بداية من خلال وكالات الاستخباراتية ما بين الدولتين الفرنسية والمملكة، لأن التدريب إذن يجب المعلومات عفوا يجب أن تمر هنا إذن من خلال هذا المستوى الأول، وذلك لحل المشاكل. وبعد ذلك أظن أن شخصا من تراكفيل سوف يتحدث فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأن المعلومات يجب أن تمر إذن بشكل كبير جدا من خلال هذه القنوات، لأنهم معتادين على العمل قبل القضاء. لست أعرف ما إذا كانت المملكة إذن داخلة في مجموعة إيجمونت، ولكن مجموعة إذن تراكفيل ستتحدث عن هذا الموضوع أفضل مني، وأن هذه السهولة والمرونة في التبادل والمعلومات والاستخبارات ما بين وحدات الاستخبارات المالية التي هي قائمة منذ فترة طويلة جدا. أنا أذكر مثلا أن هناك نقاشات
كانت لي مع تراكفن وذلك في خلال التحضير للانضمام إلى مجموعة إدموند في التسعينات. طبعا كانت هذه مسائل مهمة جدا وفعالة ومفيدة وسريعة جدا، أسرع من التعاون الدولي، عفوا القضائي الدولي، الذي يسمح لنا بأن ننشئ ملفاتنا ونقوم بتحقيقات دقيقة جدا بطريقة سريعة جدا. ما فما يتطلب أشهر أو سنوات على المستوى القضائي يتطلب منكم بعض أيام من خلال إذن الاستخبارات المالية، فيمكننا أن نرى أن الفارق في السرعة كبير جدا. إذن أشدد على هذا الموضوع أن المراحل الأولى من التعاون يجب أن تمر من خلال إذن تراكفن مثلا لدينا والوحدة المقابلة لديكم. وأنا أتذكر أننا كان لدينا لقاء إذن في فرنسا، وأظن أن في المملكة العربية السعودية أن البنك المركزي هو الذي يدير هذه المسألة مع إذن الأمن القومي أو أمن الدولة، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع. إذن ما وراء وما خلف هذا التعاون إذن المؤسسي، ما ينجح إذن هو هذه العلاقات الشخصية أيضا، فأن يلتقي الناس وأن يكونوا يعرفون بعضهم، فهذا يعني أن القضاة الفرنسيين والسعوديين يجب أن يكونوا على تواصل، أن يتحدثوا، أن يلتقوا، وأيضا أن يكون الأشخاص العاملين في وحدات الاستخبارات المالية يكونوا أيضا على تواصل، لأن بهذه الطريقة إذا تصبح الأمور أسرع. فعندما كنت تعرف هذا الزميل تستطيع أن ترسل له بريدا إلكترونيا أو تتصل به ويجيب عليك بطريقة سريعة جدا، ما يسرع العملية. هذا بطريقة عملية جدا ما أستطيع أن أقوله. هو إذا ما كنتم تريدون طرح الأسئلة أنا متوفر، لقد تحدثت كريما وأعطي الكلمة إذا إلى السيدة ناتالي دولي. شكرا لك. هل كل شيء على ما يرام؟ تسمعونني جميعا؟ هل تسمعونني؟ تسأل السيدة غولي. شكرا لك شارل، هو قاض متمرس في المسائل التي نتناولها. أريد أن أشكر مترجمينا لأننا جميعا نتكلم بسرعة. أنا أريد العودة إلى ضرورة إقامة تنظيم ورشة مع السلطات القضائية. لربما علينا أن نفكر بالتعاون القضائي، فهذا أمر مهم. أما المسألة الأخرى التي تبدو لي مهمة أيضا، هو أن طالما تتحسن الأحوال الصحية، هو أن نتوجه إلى المملكة لكي ندرس إمكانية زيادة التعاون. أن ما تكلم عنه القاضي برات مهم للغاية، هنالك عناصر قضائية لربما ليست من اختصاص من هو موجود معنا اليوم. وما قاله القاضي برات يرتبط بما شدد عليه السيد نصيبي، أي الإرادة السياسية. وكما يقول الإيطاليون، بين القول والفعل هنالك نصف البحر. هذا مثل إيطالي. يجب أن نعطي أهمية